السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نتطرق لموضوع جدا مهم وجدا خطير، وهو الأوبر الخلط أو الأوبر الخبط. دائما ما نشوف هاي الممارسات الصحية الخاطئة، سواء كان عندنا بالبيت أو يم الممرض أو داخل المستشفى، المريض يستروح أنه يضرب أبرة واحدة بدل ما يضرب أكثر من أبرة، وكذلك الممرض أيضا يسهل له هذا الأمر. هذا شيء جدا خاطئ، ودائما ما نشوف. نضرب لكم مثل اليوم، فرضا المريض وصف له الطبيب أو هو أخذ علاج موصوف إليه، فرضا الكلافوران اللي اسمه سيفتاكزيم صوديوم وياها شنو الفولتارين. السلام عليكم، يا بريدك تضربني ذين الأوبر وفدوة ما أريدها توجعني. فشي يسوي الممرض؟ يجي يجيب الكلافوران هاي الأوبرة ويخلي وياها مخدر موضع الليدوكاين، ويخلي وياها شنو الفولتارين، يخلطن كلهن ببرة واحدة وينطيها إلى بالعضلة، والرجال واقف. طبعا هاي جدا خطرة. ليش؟ اللي يصير عندي اول وحدة الكلافوران ما عاد هو مود بشكل ملح، ما عاد مشكلة، يبقى نفسه هو سيفتاكزين صوديوم. ولكن المشكلة اللي يصير بين المخدر الموضعي اللي هو الليدوكاين هيدروكلورايد وبين شنو الفولتارين اللي هو داكلوفينك صوديوم. هذا موجود بي اتش سي ار، وهذا موجود بي شنو ان اي صوديوم، يعرفون هالولد الموجودين بالسادس اللي يصير عنده شنو تفاعل ينتج عنه ملح ان اي سي ال. وبنفس الوقت هاي الماده الفولتارين اللي موجوده بشكل ملح تتحول الى ماده شنو حامضيه. هاي الماده الحامضيه ما تذوب بالماء، وحتى من تضربها بالعضله تترسب وين بالعضله، يعني تعتبر ماده حارقه جدا. ولذلك شوف اغلب الناس اللي تضرب الاوبر الخلوص شو يصير عنده؟ يصير عنده نزيف بالعضله، وبعدين شو يصير؟ تصير فت كتله صلبه، وتضطر بعدين ان تسوي لها عمليه تفتحها وتطلع هاي الخراجه. اذا شنو اللي يصير عندي؟ يصير عندي تفاعل بين هاي الماده الليدوكاين هيدروكلورايد وبين شنو الفولتارين. ولذلك احنا نحاول قدر الامكان نمنع منع باتن الاوبر الخلط. طبعا هنا انا اريد اضرب الأبرة بالبيت، وعندي مخدر موضعي، وعندي سرنجة، وعندي فرضا افيال اموكسيل. اول ما اسوي افتح السرنجة، فتحتها، اسحب 1 ملليلتر من الزيلوكاين، اسحب من الزيلوكاين اول مرة من السرنجة مباشرة للزيلوكاين، اسحب من الزيلوكاين خاطر يبقى الزيلوكاين نظيف، بعدين اسحب 3 ملليلتر من الماء المقطر، ايش صار؟ 4 ملليلتر. احقن المحلول الموجود بالسرنجة داخل الفيالة، من حقنتها سوي لها رج واتركها فترة قليلة خاطر دوب المادة الفعالة. طبعا من الممارسات الخاطئة المريض واقف وانا اضربه بالعضلة، هاي جدا خطرة. ليش؟ اول وحدة العضلة من يكون المريض واقف العضلة كلها شي تكون متشنجة، وبالتالي ما جاي يمشي بها العلاج بسهولة، هاي وحدة. وبالتالي راح يصير عندي شنو؟ احتمال يصير عندي نزف، لان انت تضغط والعضلة متقلصة يصير عندك نزف داخلي. والشغلة الثانية، فرضا المريض كان خائف او ما كان عنده ما ماكل، رأسا صار عنده هبوط وهبط عنده ضغط. تصور شخص واقف رأسا يهبط عنده ضغط، وين راح يوقع؟ اكيد لو يقع على الحائط، لو يقع بالقاع، فراح يتفلش عندك المريض. ولذلك لازم تخلي المريض يتمدد على السدية. كل العالم ماكو واحد بالكرة الارضية يضربوه اوبر بالعضلة هو واقف، حتى هاي ايران لا، المريض لازم يتمدد على السدية خاطر شنو ياخذ راحته، واحتمال ما يصير احتمال عنده يصير عنده هبوط، فانت جسم يكون شنو في مستوى واحد. طبعا ملاحظات مهمة هاي لاخوانا ممرضين وحتى للاهالي، اولا تجنب خلط الاوبر. خلط الاوبر خطر. ليش؟ لان احتمال انت هاي مادة حامضية وهاي مادة قاعدية، تتولد عندك ملح، يتولد عندك مادة سامة وراح تضرك، فتكون هاي خطر على من؟ على حياتك، وايضا راح تعرض الممرض. انت لا تحرج الممرض، اخلط اياهن وخلينا ببره واحده، لا تحرج الممرض. وايضا انت اخوي الممرض لا تاخذ بحكي المراجع، قل له هاي الاوبرتين كل واحده تنضرب بمكان، هاي واحده. في حال وجود اكثر من حقنه شو نسوي؟ احقن المريض اول حقنه، طبعا تخليه على سدي او ضربه يرتاح، فد روح ساعة 10 دقائق يلا تحقن الأبرة الثانية، مو مباشر تحقنها، لأن أبر شوية مؤذية وسبب ألم كلش قوي للمريض. ثالثا، لا تقوم بإضافة المخدر الموضعي. طبعا المخدر الموضعي مو كل الأبر نضيفه له، برضه أنا عندي الفولتارين لا ما أضيف له مخدر موضعي. ليش؟ مثل ما قلنا بالسبب فوق، بالتفاعل يتكون عندي شنو؟ يتحول من الفولتارين من الملح المن إلى حامض، وراح يترسب وما راح يصير له امتصاص، ويعتبر مادة حارقة ويسوي لك مشاكل بالعضلة. طبعا احذر ان تعطي الحقنه للمريض وهو واقف، ما نعطيها. ليش؟ قلنا لسببين. السبب الاول ان العضله شويه تكون متشنجه او مشدوده، والعلاج يدخل بقوه، واحتمال يصير عندك ربشر، يصير عندك نزيف داخلي بالعضله، وبالتالي يصير عندك شنو التورم، وايضا احتمال يصير عندك هبوط مفاجئ للضغط ويسقط عندك المريض.
في حال قيامك بحل الفيال بالماء المقطر، فرضا انا سويت حليت الفيال بالماء المقطر وراح شنو يلا النوب راح سحبته من المخدر الموضعي، هذا العلاج راح يسرب داخل هاي القنينه مال المخدر الموضعي. من تجي مره ثانيه تجيب لك ابره ثانيه وتبدا تسحب من الفيالة، ايضا يتسرب علاج من غير ماده داخل الفيالة، وبالتالي هاي الماده والماده الاخرى وبوجود اللايدوكاين يصير عندك تفاعل، يشوف حتى لون المخدر الموضعي يتغير يصير لونه اصفر او غير لون، هذا يدل على انه هذا التالف. بعد ما يصير استخدم لي المواد الكيميائيه سربت الى داخله. صحه دائما ان شاء الله. اهلا وسهلا بكم، ومعكم الدكتور الصيدلاني حسين كامل حامد الرمباني.